الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم في سلسلة فيديوهات عن عيادة علاج الآلام. عيادة علاج الآلام إحنا هي طبعا تخصص جديد، الناس كلها بتتساءل إيه عيادة علاج الآلام، وهل في عيادة متخصصة لعلاج الآلام مباشرة، وإن الألم ده أصلا بيبقى عرض لمرض أساسي موجود عند المريض، فبالتالي إن إحنا لازم نعالج هذا المرض عشان الألم يروح. ولكن لا، هو بصراحة في الآلام المزمنة بتعتبر هي في حد ذاتها المرض والعرض نفسه، يعني احنا بنحتاج ان احنا نعالج الألم نفسه وبالتالي بيرتاح المريض وينتهي المشكلة. طيب ايه هي الآلام المزمنة؟ الآلام المزمنة هي الآلام اللي بتستمر اكثر من 3 شهور بالرغم من ان المريض بياخد العلاج اللازم ليها والعلاج الصحيح وما فيهوش اي مشكلة هذا العلاج، ولكن بالرغم من ذلك بيستمر الألم اكثر من 3 شهور. في هذا الوقت بيبدأ المريض يجي لطبيب علاج الآلام أو استشاري علاج الآلام. احنا هنتكلم في الفيديوهات دي عن الأول النهاردة هكلم حضراتكم عن الآلام المزمنة المختلفة بأنواعها المختلفة اللي بتجيلنا في عيادة الألم واللي بنقدر نتعامل معاها، وفي نهاية الفيديو هيكلمنا أخونا الدكتور أحمد حجاب عن التقنيات المختلفة اللي بنستخدمها في عيادة علاج الآلام. اولا، عيادة علاج الالام هي العيادة اللي بتتعامل مع الالام المزمنة. طيب امتى نقول على الم معين ان هو بقى الم مزمن؟ الالم المزمن هو الالم اللي بيستمر اكتر من 3 شهور، ولكن بالرغم من ان المريض بياخد كل العلاجات الصحيحة لهذا الالم الا ان الالم ما بيتحسنش او بيتحول من المرحلة الحادة الى المرحلة المزمنة. زي ايه الالام المزمنه عشان نقول لحضراتكم امثله تبقى العمليه واضحه؟ يعني الالام المزمنه عندنا زي الام العمود الفقري بانواعها المختلفه. زي ايه؟ زي مثلا لو في خشونه في الفقرات او في غضاريف، سواء كانت الغضاريف دي في الرقبه او في الفقرات القطنيه او في الفقرات الصدريه. زي الالام اللي بتحصل في الفقره العصعصيه اللي موجوده اسفل العمود الفقري، وكمان زي الالام اللي بتحصل نتيجه ضيق القناه العصبيه او نتيجه التهابات الغضاريف او نتيجه الضغط على الجذور العصبيه. كل هذه الالام بنتعامل معاها طالما ملهاش حل جراحي. احنا امتى بنقول الالم ده ليه حل جراحي او ملهوش حل جراحي؟ احنا بنقول في قاعده عامه مهمه قوي في الام الظهر والام الاطراف والام عرق النسا. القاعده العامه دي ان هي طول ما مشكله المريض في الالم فقط ومفيش اي مشاكل في القدرة على الحركة او في قدرة العضلات، او لو عملنا رسم اعصاب بيبين ان مفيش مشكلة على الاعصاب، او اللي بنقول عليها مفيش ضمور في العضلات، يعني يبقى اول حاجة مفيش ضمور في العضلات، تاني حاجة مفيش اي مشاكل في القدرة على التحكم في البول والبراز، بالتالي يبقى مشكلة المريض دي هي مشكلة الم فقط وليها تدخلات محدودة ودون اللجوء الى الجراحة نهائي، وهذه التدخلات المحدودة ان شاء الله بتؤدي الى راحة الالم وبتعالج السبب في اوقات كتيرة قوي، وبينتهي المشكلة الى الابد وميحتاجش المريض اي حاجة تاني. ده بالنسبة لالام الظهر والعمود الفقري. بعد كده من الامثلة التانية للالام المزمنة اللي هو الم العصب الخامس. الالم العصب الخامس ده الم مشهور جدا وبيجي المريض بيقعد معاه سنين طويلة، وللأسف يقعد المريض فترة طويلة مش متشخص، بيروح لدكاترة كتير زي دكاترة الأعصاب ودكاترة الأسنان، وبيبقى فيه توهان في الأول في تشخيص هذا المرض، ولكن في الآخر بعد كده بيشخصوه إن هو ألم في العصب الخامس بعد استبعاد كل الأسباب اللي ممكن تكون مؤدية إليه. هذا النوع من الألم ليه تدخلات محدودة مهمة جدا عندنا بنعملها بدون جراحة، وبتؤدي إلى راحة بنسبة كويسة جدا في ألم العصب الخامس، وبتقعد فترات طويلة جدا وقد لا تعود مرة أخرى هذه الالام. المثال اللي بعد كده في الالام المزمنه اللي هو الم الحزام الناري. الم الحزام الناري اللي هو مشهور نتيجه الفيروس اللي هو بنسميه هيربس زوستر. الفيروس ده بيحتل الخليه العصبيه الاولى في احد الجذور العصبيه او في اكثر من جذر عصبي، وبيؤدي الى الام شديده جدا في توزيع عصب معين في الجسم غالبا في المنطقه الصدريه. هذا الألم بيبقى شديد جدا، ليه تدخلات محدودة عندنا أيضا بنقدر نعملها وبيقلل الألم ده بدرجة كويسة جدا. بعد كده برضه من ضمن الحاجات اللي بنتعامل معاها في شيء مهم جدا هو زيادة التعرق في اليدين والقدمين.
دي مشكلة كبيرة جدا بتؤثر على نسبة 2% إلى 4% من الناس. والمشكلة دي كان بقالها فترة طويلة قوي ليها حل واحد، اللي هو التدخل الجراحي بعملية كبيرة جدا بيتم فيها إدخال المنظار في صدر المريض، وبتحتاج نوع خاص من التخدير وعملية صعبة إلى حد ما. يعني هي طبعا احنا جراحينا ما شاء الله كويسين وشطار وبتتعمل بكل يعني حرفية عندهم، ولكن طبعا المريض عشان يخش يعمل لمشكلة بسيطة زي دي يعمل لها عملية تستغرق ساعتين أو 3 ساعات وليها بعض الأضرار الجانبية كانت بتخوف مرضى كتير قوي بيردوش يعملوا هذه العملية. فالحمد لله ربنا يعني وفقنا إلى حل سهل جدا لهذه المشكلة، هنبقى نتكلم مع حضراتكم في حلقات منفصلة أو في فيديوهات منفصلة عنه، نوضح لحضراتكم إيه العلاج اللي لقيناه في مشكلة تعرق اليدين والقدمين. كمان علاج الآلام المزمنة بيشمل أيضا علاج قصور الدورة الدموية. في بعض المرضى كتير قوي عندهم أمراض في الأوعية الدموية، أمراض مزمنة في الأوعية الدموية أو انسداد حاد في الأوعية الدموية، دول بنلاقي لهم حلول ظريفة جدا عندنا، إن احنا بنعمل إذابة للعصب السمبساوي وده بيؤدي إلى توسع الشرايين بدرجة كويسة وبيقلل الآلام وبيساعد على التئام القرح اللي قد تكون موجودة نتيجة المشاكل المزمنة في هذه الأوعية الدموية. وفي تخصص في أنواع كتيرة من الآلام المزمنة بعد كده في فيديوهات تانية هنبقى نكملها لحضراتكم، ولكن إن شاء الله هنتكلم مع الدكتور أحمد حجاب عن التقنيات اللي بنستخدمها في عيادة علاج الآلام. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد حجاب مدرس واستشاري التخدير وعلاج الآلام مستشفى جامعة الزقازيق، زمالة علاج الآلام بالتداخل المحدود من المعهد الإعلامي لعلاج الآلام بنيويورك أمريكا. أنا كنت عاوز أكلم حضراتكم النهاردة على التقنيات المستخدمة في علاج الآلام بالتداخل المحدود. التقنيات دي بتتمحور حوالين 3 تقنيات، ده المحاور الرئيسي. أول محور الأجهزة المرشدة لينا أو الموجهة لينا للحقن لعلاج الآلام. الأجهزة دي بتتمحور تحت الأشعة التلفزيونية، الأشعة التداخلية، وفي بعض الأحيان القليلة جدا أو النادرة الأشعة المقطعية. الأشعة التلفزيونية والأشعة التداخلية بنستخدمها عشان ندخل الكانيولا بتاعتنا أو البروب أو الإبرة بتاعتنا لحد المكان الدقيق اللي عاوزين نشتغل عليه. مثال كده إيه؟ الغضروف، لو حبيت أدخل على الغضروف، لو حبيت أدخل على جسم الفقرة، لو حبيت أدخل على جذر العصب، على المفصل الخلفي، على العضلات، الحاجات دي كلها جنب بعض دقيقة جدا. فمهم جدا إن أنا أستخدم وسيلة عشان ترشدني للمكان الدقيق ده عشان أبدأ أحن عليه. موضوع الأشعة التداخلية والأشعة التلفزيونية محتاجة تدريب طويل من دكتور علاج الألم عشان يتقن استخدام الأشعة دي في توجيه الكانيولا بتاعته أو البروب أو الإبرة بتاعته تجاه التارجت أو الهدف اللي عاوز يحن عليه. ده أول محور من التقنيات اللي بنستخدمها. تاني محور الحاجة نفسها أو الإبرة نفسها اللي بتستخدم للحقن، ودي أنواع كتير. في إبرة عادية خالص، إبرة زي التخدير، إبرة التخدير النصفي، في إبرة التردد الحراري، في أساطر بأنواع مختلفة جدا للحقن للعمود الفقري والحقن عامة. الحاجات دي كل حاجة لها استخدام على حدة. إن أنا أدخل بجهاز زي جهاز التردد الحراري، الإبرة دي نموذج للإبرة بتاع التردد الحراري، عبارة عن إبرة كلها معزولة ما عدا الطرف بتاعها، ليها تروكر. التروكر ده بنشيله ونحط كابل التردد الحراري جواه عشان نبدا نعمل الجلسات بتاعتنا. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا بنستخدم الاشعه التلفزيونيه او التداخليه في توجيه الابره دي. انا سي عاوز ادخل على جذر العصب، بستخدم جهاز الاشعه لحد ما ادخل على جذر العصب وابدا اعمل التردد الحراري المنبض بتاعي على جذر العصب وابدا احقن الحقن بتاعي. ممكن نستخدم اساطر. الأساطر دي تتراوح بين أسطرة الإبيديورا العادية المستخدمة اللي كل الناس عارفينها لأساطر في منتهى الدقة ولحقن القناة العصبية زي أسطرة اسمها أسطرة ريجز، وده عالم أمريكاني في علاج الألم. الأسطرة دي وظيفتها إن هي تعمل تسليك للقناة العصبية من التليفات بعد العمليات الجراحية. بعد كده الوسائل المستخدمة زي الإبر وزي الأساطر في المواد اللي بيتم حقنها
جوه القناه العصبيه او بيتم حقنها لعلاج الالم، ودي بتتراوح من ابسط شيء اللي هو المخدر الموضعي والكورتيزون، ودي الحاجه اللي معظم الناس بتحقنها، لحاجات دقيقه جدا وحاجات يعني مركزه جدا لعلاج الالم. الحاجات اللي بنحقنها زي المخدر الموضعي والكورتيزون ده بيتحقن في اي حته في الجسم، واحد عنده التهابات في المفاصل، واحد عنده التهابات في العمود الفقري على المفاصل الخلفيه، جذور الاعصاب، التهابات حوالين المفاصل الخلفيه، المفصل العجز الحركي، الحاجات دي بنحقن عليها المخدر الموضعي والكورتيزون باستخدام الاشعه التلفزيونيه او الاشعه التداخليه. ممكن نستخدم مواد اكثر دقه شويه وبتجيب نتائج اكثر زي الملح المركز وزي المغنيسيوم، اضافات بقى للمخدر الموضعي والكورتيزون زي الملح المركز، زي المغنيسيوم، زي مواد الكيتامين، زي الدورمكابين، الحاجات دي بتتحقن بتزيد من علاج علاج الالم وبتزيد من طول النتيجه، وده بيستخدم بالذات في حالات تسليك القناه العصبيه. في اجهزه كتير بتستخدم في التردد في علاج الالم زي اجهزه التردد الحراري زي ما قلنا قبل كده، وشرحنا النموذج بتاع الابره بتاعتها، والتردد الحراري بيقوم على فكره ان احنا يا الا بنعمل كي او اذابه لبعض الاعصاب الحسيه اللي مش مسؤوله عن الحركه عشان نسكن الام المنطقه اللي العصب ده بيغذيها، يا الا بنعمل تردد حراري نابض. التردد الحراري النابض ده وظيفته ان هو يعمل تهميد او تسكين للعصب المسؤول عن الالم مع الحقن برضه المواد المخدر الموضعي الكورتيزون. في اجهزه ثانيه زي جهاز الكرايو، جهاز الكرايو ده بيعتمد على تجميد المكان اللي بيشتغل عليه لدرجه حراره اقل من سالب 70، وممكن في بعض اجهزه الكرايو تقل درجه الحراره عن سالب 119، فبيعمل تجميد للاعصاب اللي مسؤوله عن نقل الالم، فالالم بيقف في المكان ده، وده بيستخدم في اماكن كتير جدا، منها المفاصل الخلفيه للعمود الفقري، منها اللفافه الاخمصيه اللي موجوده في القدم اللي بتعمل الام شديده في الكعبه، منها الاعصاب اللي مسؤوله عن بعض انواع الصداع في الراس، وبتستخدم في اماكن كتير في الجسم. بعد كده من الحاجات التقنيات اللي بنستخدمها برضه حقن الاوزون، الجهاز ده بيوصل على مخرج اكسجين في العمليات، بيحول الاكسجين اللي هو ذرتين اكسجين لثلاث ذرات اكسجين، وده بيستخدم في حاجات كتير جدا زي الخشونه بتاعت الركبه، التئام الجروح، تسكين الالام في القناه العصبيه سواء المفاصل الخلفيه او داخل الغضروف، بنحقنه كتير داخل الغضروف او على حتى بقى بيحقنوه دلوقتي على مخارج جذور الاعصاب. بعد كده من التقنيات الحديثه برضو دلوقتي على مستوى العالم حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، ودي من كتر شهرتها بقى في ناس بتجيلنا كتير يقول لنا كده انا عاوز احقن بلازما. البلازما دي عباره ان احنا بناخد عينه من دم المريض، بيتعمل لها نظام فصل بحيث ان احنا نفصل كرات الدم الحمراء، وبعدين نرجع نعمل تدوير تاني عشان نحاول نركز الصفائح الدمويه في اقل فوليوم او حجم للبلازما، بعد كده بنرجع نحقن المريض في الحته المصابه اللي فيها خشونه زي خشونه الركبه، فيها تمزق زي العضلات، تمزق زي الاربطه، بتعالج حاجات كتير جدا. الجديد دلوقتي ان احنا بقينا نستخدم حاجه اسمها اوزونيتد بي ار بي، احنا لسه متكلمين على الاوزون، بنحط البي ار بي اللي هو البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه ومعاها اوزون، فبيحسن النتيجه اكتر واكتر. في حقن كتيرة برضه تانية، حقن زي الحقن الأسمنتية اللي بتتحط جوه أجسام الفقرة بالذات الكسور الفقرات المضغوطة، الناس اللي عندها هشاشة عظام أو ربنا يعافينا ويعافي المشاهدين جميعا اللي عندهم أورام داخل الجسم الفقرة. تاني حاجة الناس اللي عندها خشونة بيتحقنهم الحقن الزيتية أو الجيلاتينية المعروفة، يعني احنا اتكلمنا عن الحقنه الاسمنتيه والحقنه الجيلاتينيه وكي بعض الاعصاب، فدي سريعا كده الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الحقن المواد زي ما قلنا ابسطها حقن المخدر الموضعي والكورتيزون والهياليز، بعد كده حقن المواد الاكثر فعاليه زي الملح المركز والمغنيسيوم والكيتامين والدورمكم والاوبيويد في القناه العصبيه عشان تسكين الالم، حقن المواد اللي زي الكحول الالكحول الابسولوت الكحول والفينول عشان نكوي بعض الاعصاب، الاجهزه زي التردد الحراري والكرايو، جهاز الكرايو ثيرابي او التجميد الموضعي، واخر حاجه حقن بعض المواد المتخصصه في علاج الام اماكن محدده زي المواد الجيلاتينيه
زي الحقنة الأسمنتية جوه الفقرات المضغوطة، الكسر المضغوط، وآخر حاجة استخدام ما يعرف بالبلوروثيرابي أو الحقن مادة شديدة الحساسية في الجسم زي جلوكوز 25% لتحفيز الأماكن على تكوين الأنسجة أو إعادة بناء الأنسجة، وحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحقن الأوزون. وشكرا جزيلا على حسن الاستماع.